أهلين وسهلين بالجميع، شكرا من القلب على الدعم وعلى كل شيء بتعملوه. انتو خذوا ابلعوا، شكرا شكرا كثير. اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن 2 وركويست، طبعا 2 لأنه أول واحدة بتكون خفيفة وصغيرة ما بتاخد وقت طويل، والثانية شوي طويلة، بس الثانية هي تكملة من كويست أنا بلشتها من زمان. طبعا تحت في الديسكريبشن راح تلاقوا الفيديو تبع المقطع اللي فات مشان يساعدكم تعملوه أول شيء وبعدين تكملوا هذا الجزء. بس لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعل جرس التنبيه، حطوا لايك وانشوا المقطع، استمتعوا بالمقطع. هلا هلا هلا، رجعنا للتشالنجات مرة ثانية، او انا رجعت للتشالنجات مرة ثانية، وراح بلش من تحت لفوق لانه هلا بدي اطلع للرانك 30 مشان اكمل القصة. يمكن حطيت القصة شوية على جنب مشان اوكي. هو لازم اروح لهي الباخرة واحكي مع كل الناس اللي جوا. اول شي راح اتسلق هذا الجبل، يمكن بتكفي القفزة من هون، ما كان بدي اطلع لفوق، وبكمل سباحة. تشنج اصلا بس حكي مع كل شخص في ومو كل الشخصيات بس اغلبها في الباخرة بس. يعني هي تشنج سهلة كثير. اول شخص راح احكي معه هي talk to Luxio. Oh my god، هلا كلها قصص وما بعرف. ما في حدا اسمه لوكسيو هون، بتسلق بشكل غريب. شو؟ طب انا ما عندي باص يا ابن اللذينة، حتى لو كان في خليني انزل. Oh my god، والله هذا حكي بس. stay on board. لا، قال لي لو كان بدي، انا كان بدي، كان لازم نحكي مع شخص واحد بس صح؟ من اصل السبعة مليون شخص اللي كان لازم احكي معه بس هي. انا طبعا راح اكمل هي. Go to quest menu hide. اوكي. انا المكان الاخير هون في شي مكان، والله نسيت اصلا وين المكان الاخير. كان هون صح؟ كان هون وتحت. راح اروح من هاي الجهة. هو اكيد هون. هون 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 تحت. طبعا لازم انزل لتحت مو هون فوق. شفتوها؟ هذا المكان اللي لازم اكسره. طب بقدر ادخلها ولا لسه؟ لا لا ما بقدر، يعني لازم اخلص هاي تشالنج. عندي نار هون بقدر. اوكي اطلعوا. لازم اقتل 14 شخص. انا اخر مره لما كنت هون كنت في الليفل 30. 1 hour later. ابلع ابلع. هلا خلصت التشالنج. بعد ما تخلص التشالنج تروح لهون، تفتح هاي، تاخذ الاغراض، راح تجي لهون، تخسر هاي، تاخذها. طبعا لازمك هاي الشيء الاحمر عشان تكسر هذيك هاي. طبعا لو ما كانت عندك ما راح تقدر تضربها. دمجنا منها شوي. راح تروح لهون، تكسر الثانية، تجي لهون تضرب الضربة. يعني هي لازمها 4 و5 ضربات، على الأكثر 5 ضربات. ماي جاد، الثلج صار. أول شي بعمل هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيك باخذها
طب ليش الضربة الثالثة بقى الضربة الرابعة؟ وين هذا وين هذا ابو الكلاشي؟ تعال روح لمكانك بسرعة، يلا مكانك هون صح؟ طب شكرا على اللود بس. اكيد هون. تاخذها تجري وتكسرها. هيك نكون خلصنا الضربة الثالثة. تدرك ستارت. هي راح تدوب الثلج. راحت يعني. هلا اخذنا الثلاثة. هلا خلصنا التشالنج وقالوا لنا لازم نروح لمكان. راح نروح له بسرعة طبعا. اول شي نعمل هيك بعدين نروح له. بطلع لهون اول شي اسهل لي عشان اشوف لو لازم اعمل تليفون. اوكي هون. راح اتمشى لهون. مو هون المكان اللي كان فيه هواء كثير اللي كنت ما بقدر اتمشى. هلا راح الهواء. ما في وحدة تحت صح؟ بس كيف راح اطلع لها؟ راح ناخذ هاي، راح نطلع لهون. هاي بتفرجيني الطريق. لازم اطير واروح لهون. شكرا. بعدين نطلع هوك هيك. طلعنا. اوبا شو هالمكان؟ اوكي فهمت. لازم شو اسمه، وين الحجر الاحمر؟ فعلتها. طب كيف راح اطلع لهذيك؟ لا في ثلاثة اكيد بدهم اياني اتسلق في شي مكان. خلينا اتسلق. بدي اطلع فوق هذا الجبل واقفز على هاي هيك. تاخذها بسرعة وتقعد تركض لأنه عندها وقت وبتروح ما بعرف كم من ثانية. استنى هون هيك هيك. شغلتها بس كم من بقي لي واحدة بس صح؟ هاي اللي فوق. حلو. 2000 years later. لا بعمل ايه؟ نسيت؟ لازمك شخصية هوائية. فكر. ليش لازمني شخصية هوائية؟ راح تشوفوا ليش. راح تطلع لفوق. اوه
ماي جاد، اتصل لي صاحبي وحكينا لمدة نص ساعة تقريبا. هلا خلينا نكمل تشالنج. لازم اروح هون. في هاي هون لازم اخذها، بس وين المكان اللي لازم افجره او اكسره؟ استنى، تحت كثير، لا رح موت. طبعا رح اجي لهون اعمل هيك، بعدين رح تعمل هيك تطير، اوي تطلع هون فوق، تنزل كسرها. هيك خلصنا التشالنج صح؟ على ما اظن. مستحيل، لا خلصناها. هلا اوكي، فجري هذا الثلج بليز. لا مو تفجر، الدوم. ايه ده، شو اللي صار؟ او ماي جاد، لازم انزل لتحت. بس قبل ما انزل لتحت راح اغير الشخصيات، لو دخلت في حرب راح. اوه صندوق خرافي احمر زي الفوق، ما اعطوني شيء. قبل ما اكمل راح افتح هاي عشان تكون مفتوحه. اصلا في رانك 30 راح اقدر اجي لهون، بس يلا عادي. الاشياء اللي بدي اياها لازم يا سيدي اروح لهون. الله بعيد. لا كان تشالنج هون. انا من زمان ما عملت تشالنج، نسيت انه هي اللي اصلا اعطتني التشالنج. تعالي عايزه ايه؟ خلاص خلصنا التشالنج. بدي اروح لهون اشوف الليفن تبع الشجره تبعي ليفلها كم، واشوف كم من حبه باقي لي اجمع. هي في 80 حبه من هذول، والشجر تبعي ليفل 50 وراح تطلع 60، وعلى كل ليفل بتاخذ 10. فمعنى هاد انه جمعت 65 حبه، يعني باقي لي كم من حبه؟ باقي لي 15 حبة. بس انا اللي ما فاهمه راح يطلعون لهون ولهون للليفل 80، بس الباقي هون الله اعلم كيف راح يطلعوني. بس اوكي، يعني لما راح اطلع لهون راح يمكن يطلبوا شيء تاني. بس يلا، باقي لي 15 حبة من هذول. شكرا.